السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناتي على يوتيوب، وخاصة يعني سلسلة وجهة نظر اللي وصلت يعني من ناحية ديال العدد ديال الفيديوهات يعني اللي قمت بها في عدة مجالات يعني اللي عندها علاقة بالكاراتيه. ما هو تعليمي، ما هو يعني تطبيقي تعليمي، وما هو نظري بطبيعة الحال اللي هو يعني الحصة الكبيرة فيه اللي هي نظرية. إذا حاولت عالجت فيه يعني عدة مواضيع وتطرقت فيه لعدة مواضيع وعرضتها يعني حسب وجهة نظري وعلى حسب تجربتي في عدة مواضيع، منها كان واحد التوقف مؤخرا على أساس أنني تقريبا استوفيت يعني شبه يعني استوفيت يعني المواضيع تقريبا اللي هضرت عليها وعندها علاقة تقريبا بالممارسة وبتنمية يعني مهارات يعني الفردية الممارس، وجانب التلقين يعني والتعليم يعني بالنسبة للمدربين، يحاول زعما من الجانب الصحي أيضا الممارسة يعني الصحية، ويعني تقريبا 70 فيديو يعني الحمد لله يعني وفقني الله أنني أقوم بها في واحد الفترة تقريبا ديال سنة يعني من السنة الثانية ديال الجائحة. طبيعة الحال يعني يعني قبل التطرق أو قبل يعني الخوض في هذه المواضيع يعني كنت كنقوم يعني كان واحد المجهود يعني كبير بزاف على أساس أن البحث يعني بالنسبة للبحث في هذاك الموضوع بطبيعة الحال من خلال النت أو يعني الامور اللي كتكون في الحقيقه عندها علاقه بواحد التدريب اللي كنت فات ليا انني قمت بها. اذا الكتابه ديال هذيك الامور يعني وضبطها شويه باش نحاول نعرضها يعني لا 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 يعني في هذيك السلسله كانت تاخذ واحد الوقت شويه على اساس الاعداد لها، والحمد لله توفقت يعني نتمنى نكون يعني توفقت في ايصال هذه المعلومه، ونحاول نفت بها من جانبي ومن الزاويه ديالي كجميع يعني لا 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 يعني الاخوان او الاساتذه او المدربين او يعني الخبراء يعني اللي يخدم كل واحد من الزاويه ديالو. كان عندي الغرض انا باش نخدم في هذه الزاويه هذه اللي اكثريه في الوقت يعني اللي كانت يعني اكثر بسبب الجائحه يعني كان اغلاق يعني ديال الانديه او جمعيات، وكنت يعني استغلت هذاك الموقف يعني بتواجد يعني اغلب المدربين او التلاميذ يعني الممارسين لفن الكاراتيه في يعني في المنازل ديالهم او امام الشاشات او امام يعني المواقع يعني ديال التواصل. اذا نتمنى نكون يعني توفقت يعني في هاد المهمه هذه، والاستمراريه دائما غادي تكون ان شاء الله يعني اعيدكم بمستجدات اخرى ان شاء الله بمواضيع ان شاء الله اخرى دائما كتصب في هذا الاتجاه هذا. وفي الاخير ان شاء الله غادي نحاول يعني نوضع يعني الروابط الخاصه بهاد السلسله هذه الفيديوهات يعني اللي موجوده المواضيع تقريبا، وكل كل يعني موضوع ندير ليه الرابط خاص به يعني اسفل هذا الفيديو ان شاء الله بالنسبه للقناه ديال يوتيوب، وبالنسبه للصفحه الخاصه بسلسله وجهات نظر في الفيسبوك هي كاينه صفحه حتى هي غادي نديرها بالنسبه اللي بغى يتبعها يعني، وغادي يلقى فيها يعني جميع هاد المواضيع تقريبا 70 موضوع الخاص يعني اللي بهذه السلسله.
في الصفحة الخاصة بسلسلة وجهات نظر كما قلت، يعني في الفيسبوك في الصفحة ديالي، وهكا يعني إن شاء الله نتمنى نكون يعني خدمت من الزاوية ديالي على يعني على هاد على إفادة يعني يعني المتتبعي هذه السلسلة إن شاء الله، اللي كنسعى فيها دائما لتنمية تنمية فن الكاراتي يعني من جهة ديالي ومن الزاوية ديالي المتواضعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.